النهارده انا كنت جاي عشان عايز اشارك معاكم تجربه في حياتي. اشمعنى التجربه دي بالذات؟ عشان دي اطول يمكن اصعب كمان تجربه عدت عليا في حياتي، واطول تجربه حطيت فيها وقت وجهد ان انا احاول احلها. التجربه دي بدات بمشكله وانا صغير كالاتي. كنت طفل حساس يمكن شويه زياده، كنت منغلق ومنعزل دايما، مش اجتماعي خالص، انطوائي جدا، بقفل على نفسي وما كنتش بعرف اتعامل حقيقه مع الناس خالص. واللي خلاني ما بعرفش اتعامل مع الناس يخليني ما بحبش اتعامل مع الناس. وكحلقه بقى تخش في بعضها، ان انا ابدا ما بحبش اتعامل مع الناس، فاقفل على نفسي في دايره واعزل نفسي واحط نفسي في مكان انا مش عايز ابقى فيه، بس مع ده مش عارف اخرج منه خالص. المهم اني الموضوع ده كان مضايقني جدا، ولسهوله الشرح عايزكم تحاولوا تخيلوا معايا ان زي جيمز. لو اي حد لعب هنا جيمز قبل كده هيبقى عارف انه في باور كده، خلاص، زي بتاع اللايفز بتاع الروح، بس هنقول حاجه كليشيه شويه كده. هو البار ده هسميه بار السعاده بتاعي، خلاص. و هو لما بيبقى يمين مليان خالص زي العداد كده، ده سعادة مليانة. ولما بيبقى في الشمال بتبقى فاضي والسعادة فاضية، ببقى تعيس، ببقى زعلان يعني. وأكيد هتبقوا انتوا دلوقتي بتفكروا أكيد أنا على الناحية الشمال دايما، بس لا، دي مش الفكرة. مش الفكرة إن أنا كنت كئيب أو إن أنا تعيس أو كده، أكتر منه إنه البار ده كان دايما بيسرب بالنسبة لي. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا دايما أروح للحتة المش لطيفة دي، المكان النفسي اللي أنا مش ببقى مرتاح فيه بسهولة جدا. إنما إن أنا أبقى مبسوط، أبقى فرحان ومبسوط في يومي، دي كانت حاجة بتبقى صعبة جدا بالنسبة لي. أسهل كتير قوي إن أنا مودي يتقلب في ثانية واحدة، حاجة تضايقني بسرعة جدا، وإن حاجة تبسطني كانت تاخد وقت وجهد كبير ولازم تبقى حاجة كبيرة. عشان ممكن نجري الشريط كده، الموضوع بدأ من تقريبا 8 سنين لما خدت بالي انه لا، الموضوع ده مضايقني والموضوع ده انا لازم احاول احله. تقريبا بعد اعدادي او فتره ثانوي كده، قلت لا خلاص، انا احاول احل الموضوع ده. انا لازم الاقي ايه المعادله بتاعتي اللي عامله لي ايه النقص اللي موجود عندي دايما نقص في السعاده. مش مبسوط ليه؟ انا مش مبسوط ليه؟ وبدات، وممكن ناس كتير هنا تريليت للموضوع، عندنا كلنا صاحب او اتنين اللي هم بيبقوا ماشيين دايما ما شاء الله الدنيا بامبي وردي وماشيين ولا في اي حاجه، وقتش الدنيا مش فيش حاجه على باله، ماشي وبيضحك من غير حاجه، مفيش حاجه بتحصل، بس هو ماشي او هي ماشيه الابتسامه من الودن للودن والدنيا حلوه جدا. فالناس دي الحقيقه كانت على قد ما انا بحترمهم جدا وبقدرهم، بس بستعجب لهم. انا مش فاهم ازاي انت مبسوط، انت في ايه؟ انت هل دواء مثلا او اكسرسايز معين؟ انا مش عارف. وانا كشخص كده عندي المشكله دي قاعد في الدقه محتار. ف كانت اول خطوه خدتها، قلت طيب، من هنا جاي عندي اقتناع ان انا عشان احاول ابقى شخص سعيد اكتر شويه في حياتي، ان انا املى البار بتاعي ده، لازم اضحك اكتر شويه. انا كشخص ما كنتش بسوم، دلوقتي يمكن الحمد لله ببقى ماشي بوزع ابتسامات الحمد لله، بس كشخص ما كنتش بسوم خالص. حتى في الصور كنت دايما اكنها بوزعها من جيبي او حاجه، الا دايما ستيرن كده، ما فيش، ما اعرفش، وحش كده خالص. فابتديت اخف الدنيا شويه واكتشفت ان لا، قوه الضحكه دي سحريه. الضحكه الحلوه، الابتسامه الحلوه، ليها قوه سحريه ما حدش بيقدرها، او يمكن بنهمشها في اليوم عادي عندنا. انا كنت مهمشها شخصيا، ما كنتش بديها اي اهتمام. وقصه بسيطه جدا عايز احكيها لكم واشاركها معاكم برضو، اثبتت لي الموضوع ده كويس جدا. كنت مسافر من فتره في تشيك. لو حد راح تشيك، وللي ما يعرفش تشيك، عندهمش حاجات كتير يعني هناك، بس في عندهم حاجه اثريه من الحاجات الاثريه اللي عندهم اللي بتتزار من السواح، حاجة اسمها تشارلز بريدج. ده كوبري بيعدي على نهر كده أثري لطيف يعني. المهم إنه الكوبري ده بيبقى فيه الناس بتقدم استعراض، أو ناس بترسم، وناس بتبيع حاجات. أنا كنت زهقان من أهلي الحقيقة، وبتمشى على الكوبري ده لوحدي. وأنا بتمشى
كنت هموت واترسم. انا قلت ان انا طالع السفريه دي وفي بقى خلاص كان محدث ولازم اترسم كاريكاتير. نفسي اترسم كاريكاتير من وانا صغير. لقيت ست عجوزه قاعده فاضيه شاورت لها ممكن قالت لي اتفضل اقعد، ما كانتش بتتكلم هي شاورت لي بس. فانا جيت لها كده حاولت قعدت جيت اسالها المفروض اقعد بشكل معين او باسلوب معين عشان ما ردتش عليا عشان هي ما كانتش بتتكلم انجليزي الحقيقه وانا ما بتكلمش تشيكي فما عرفناش نتواصل. الست جابت اللوحه فتحت جابت الفرشه والقلم وقعدت. واللي حصل ده بقى هو الغريب، انا قاعد في الكرسي بتاعي عادي وهي بدات ترسم 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 وعملت حاجه غريبه جدا كذا مره، ترسم وتبص تبتسم وترسم تاني كده بص تبتسم والتالت ورابع. الموضوع ده استمر ربع ساعه وانا ما بقتش عارف ببقى ايه قاعد الحقيقه هي بتعمل ايه، هي ليه بتبص هنا لابس حاجه مثلا بتضحك ولا هو في ايه اللي بيحصل. واللي زود طينه بله انه ناس كمان عمالين بيعدوا ويبصوا على اللوحه ويبصوا عليا ويضحكوا. انا قلت خلاص ده مقلب بقى خلاص هطلع مثلا اشوف اللوحه مثلا واحد بودان او بديل مش خلاص تجربه وخلينا نعديها وخلاص. المهم استنيت الاخر خلاص ارضى بقليلي واستنيت. لقيت بعد كده خلصت شاورت لي على الفلوس انا ما بعرفش اتكلم خالص، شاورت لي المفروض ادفع لها ايه، دفعت لها ادتني اللوحه ملفوفه كده فتحتها وانا بفتح اللوحه اكتشفت وللمفاجاه بتاعتي ان انا كنت مبتسم في اللوحه، مش عارف شبهي قوي ولا لا بس ان انا كنت مبتسم في اللوحه دي. وانا مش فاكر خالص يا جماعه في الربع ساعه دي كلها الا ان انا كنت متوتر وانا مش فاكر انا يعني هي بترسم ولا ايه، ولا قلت هيبقى مقلب زي ما كنت بقول لكم بس ما اعرفش ان انا مبتسم. وهنا خبطتني فكره او خبطتني لمبه اللي نورت زي ما بيقولوا، هي عملت حاجه اذكى بكتير انا ما كنتش واخد بالي منها. هي كانت بتخليني او بتطلع مني ضحكه حلوه بانها هي بتديني ضحكه حلوه حقيقيه مش مصطنعه. وده حاجه انا قدرتها جدا اليوم ده، هو كان تاكيدا لحاجه انا هي بدات بيها الخطوه بتاعت الرحله بتاعت المعادله بتاعتي اللي انا بحاول اكونها دي، ان هي عشان تطلع مني احلى واكتر ضحكه جنون حقيقيه جدا كانت هي بدات بالمبادره دي. هي بقت بتضحك فبتخليني من غير ما انا واخد بالي اضحك. انا فعلا ما كنتش فاكر ان انا قاعد مبتسم خالص طول الرسمه. ده يرجعني لحاجه حاجه ثانيه ما خدت بالي منها، زي الاطفال الصغيرين بالظبط، دول السوبر هيروز بتاع الموضوع ده، هم بيضحكوا ضحكه حلوه غصب. ما فيش حد فينا بيتهيألي حد بيلعب حد من الصغيرين الا وهو لما بيضحك له ما بيقدرش غير ان هو يرد عليه بضحكه حلوه. ليه؟ لانه هي دي القدره، هي دي الابتسامه او الضحكه الحلوه اللي طالعه من القلب اللي مش صناعيه غصب عن الواحد من غير ما يحس. ودي حاجه حلوه معديه جدا، بتعدي اللي قدامك بان هو بيبقى عايز يضحك بيبقى عايز يرد لك من غير اي حاجه. دي كانت اول حاجه في المعادله. تاني حاجه الحاجه ام الاختراع، صح؟ فعشان انا كنت محتاج ابقى مبسوط خلاص، كان عندي اقتناع ان انا لازم ابقى مبسوط ان شاء الله، لازم اضحك شويه عشان ابقى مبسوط. طيب ايه اللي بيبسطني؟ قعدت ادور بقى لقيت حاجات تبسطني، لقيت حاجات كتير بتبسطني. بس هنا جات لي تاني مشكله ان الحاجات اللي بتبسطني كانت بتيجي كل فين وفين، ما كانتش موجوده كتير، كانت نادره، عمله نادره. يعني الحاجات الكبيره مثلا زي سفريه معينه، زي انا بالنسبه لي شخصيا يعني اشتريت تليفون جديد مثلا، ده بالنسبه لي حاجه كبيره ببقى مبسوط بيها جدا. فكنت ببقى الباور بتاعي ده كان بيتملي في فتره جدا عشان هي حاجه ليها وزن فعلا، بس بينقص وما بين حاجه والتانيه كنت بقعد كتير شويه. وانا قاعد ورا بفكر في الموضوع ده في دماغي، يعني قاعد ورا في دماغي لقيت انه في حاجات كتير قوي بتعدي على الواحد، بتعدي عليا في وسط اليوم انا ما باخدش بالي منها خالص. حاجات صغيره كتير قوي، من اول لما بنزل الصبح او من اول ما بصحى حد بيصبح عليا وهو بيضحك، تحصل حاجه لقطه لطيفه، بيجي لي مسج حلوه، حد يستناني قبل ما اخش، يستناني اخش الباركنج الاول مثلا ويصبح عليا، نكته حلوه اتقالت او حاجه. الحاجات دي كلها انا ما كنت برضو مهمشه ومش واخد بالي منها خالص، عشان انا كنت حاطط دايما عيني على الحاجات الكبيره قوي، على الحاجه الكبيره دي هي اللي هتخليني مبسوط. لا، لقيت انه الحاجات الصغيره الكتير قوي اللي بتحصل طول اليوم هي دي اللي انا المفروض اصلا اعتمد عليها، عشان هي دي اللي موجوده بكثره وموجوده وما بتخلصش طول اليوم وكل يوم. ودي كانت حاجه تاني حاجه في المعادله بتاعتي. الحاجتين دول الاثنين هي حاجه دايما كنت باخدهم زي
زي سلاح كده عشان احاول املى البار التعيس ده. الحاجه الثالثه دلوقتي هي الدنيا مش بتفضل على حالها، مفيش حاجه بتفضل على حالها صح. ده معناه انه زي ما في حاجات حلوه بتحصل زي ما كنت قلت، حاجات صغيره، في حاجات برضو وحشه بتحصل، في حاجات كتير قوي وحشه بتحصل الحقيقه. ساعات الدنيا بتضلم مع الواحد، وممكن يحصل موقف هو ما كانش عايزه، او حاجه فجائيه تصحى تسمع خبر وحش. مهم انه والحسن حظي الحمد لله كان من قبل الموضوع ده بكتير، كنت قاري في كتاب زمان بالصدفه بالانجلش، كان كتاب بالانجلش، كان ارت، كان حته في كتاب كان اسمها The Gratitude Exercise، يترجم حرفين لتمرين الامتنان. كان بيقول ايه التمرين ده؟ كان بيقول ان انت هات ورقه وقلم قبل ما تنام واكتب على اول الصفحه Today I'm، انا النهارده ممتن الى 1 و2 و3، وحط الحاجات، رص الحاجات اللي انت ممتن لها. واللطيف الاكسرسايز ده، التمرين ده، كان بيشرح بيقول انه دايما 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 لازم هتلاقي حاجه صلبه تقف عليها لما بعد ما تخلص التمرين ده. بمعنى يعني انا ممتن ان انا عندي عربيه، لو العربيه راحت طب انا ممتن ان انا عندي مثلا عربيه ثانيه، طب لو العربيه الثانيه انا ممتن. تبدا بعد كده بعد فتره الهدف من التمرين ده ان هو يخلي الواحد او يخليني اخد بالي من الحاجات الاساسيه اللي انا اللي بتسنيني اللي انا بقف عليها، مش اللي هي مش هتبقى مهمه لو راحت. يعني مثلا انا النهارده ممتن ان انا مثلا بصحة كويسة الحمد لله، أنا النهاردة ممتن أني عندي ناس بتحبني، بحبهم وبيحبوني وجايين يعملوا لي سبورت دلوقتي النهاردة. النهاردة أنا ممتن أن أنا جالي فرصة أن أنا أحكي القصة البسيطة دي مع ناس هوبلي بيسمعوني زيكم كده، شكرا. بس ده كان ثالث حاجة في المعادلة، سعادة بتساوي 1 و2 و3. ثلاثة كان الامتنان. رقم 4 هي كان ببساطة حاجة ممكن ما تبقاش بالنسبة لكم ليها معنى قوي، بس هي فعلا كان أنا كنتش بعملها خالص، هي إن أنا أعمل الحاجات اللي بحبها. مع كل الناس بتعمل الحاجات اللي بتحبها؟ لا. أنا كنتش بعمل الحاجات اللي بحبها، أنا كنت بعمل الحاجات اللي الناس بتحبها. دايما بعمل الحاجات اللي الناس بتحبها. الناس بتحب تسمع ترانس، فأنا كنت بشغل ترانس وأحاول أقعد أسمع. وأنا ما بحبش الترانس يا جماعة، أنا ما بحبش الترانس خالص، بحب أسمع كلاسيكال ميوزك زمان. وكان بيوصل معايا الموضوع ان انا ببقى مكشوف ان انا اقول مثلا انا بسمع كلاسيكال ميوزك، او بس بحب اسمع مزيكا كلاسيك، بحب، لا هبقى منبوذ. وانا كنت بحب انتمي دايما لجماعه معينه، لان انا اصلا يرجع الموضوع ان انا اصلا ما كنتش بعرف اتواصل مع الناس. ف دي كانت مشكله كبيره جدا، ولقيت انه لا، لما بديت اكسر الموضوع ده من كام سنه، من 6 سنين برضو تقريبا، لقيت ان انا القيود اللي كانت عليا دي اتحررت، بقيت حاسس ان انا نفسيتي احسن. البار بتاعي كان بيملى بسرعه، ما كانش ممسوك. انا نازل دلوقتي، نازلين نتفرج على ماتش، لو انا مش عايز اتفرج على ماتش عشان انا فعلا ما بحبش الكوره، طبعا ناس كتير هتختلف معايا هنا، بس انا ما بحبش الكوره خالص، ما بنزلش اتفرج على ماتش. ممكن اقعد في البيت، ممكن انزل اعمل حاجه تانية، ممكن اروح من هنا جات لي فكره تانية ان انا يبقى عندي زي الدايره دي كده، زون كلها ببقى مبسوط فيها. طبعا الزون دي مش فيزيكال، دي حاجه مجازيه بخش فيها انا كده. لو براها، انا كنت دايما ببقى براها، لما بخش فيها برتاح. الزون دي ممكن تكون تتمثل في ناس، في اصحاب موجودين بيسمعوني بفصل معاهم، ممكن تتمثل في حاجه معينه بعملها. انا الرياضه مثلا، انا بحب انزل اجري، لما بنزل بجري تقريبا اي حاجه، تقريبا اي حاجه بتضايقني بتروح كده، مع كل جريه كل لفه بحس ان انا بفصل. ودي كانت ثالث حاجه، ان انا اعمل الحاجات اللي بحبها واحاصر نفسي بالحاجات اللي عارف انها بتشحني وبتفصل مني اي حاجه وحشه وبتملى البار السعاده بتاعي. ودي كانت الحقيقه اخر حاجه في المعادله بتاعتي. المعادله كانت بتقول عشان ابقى سعيد، ودي من شخص تعيس سابقا، عشان ابقى سعيد محتاج اول حاجه اضحك اكتر شويه وانشر الضحكه في وسط الناس اللي حواليا، محتاج 2 ان انا اقدر الحاجات الصغيره، الحاجات الصغيره بتوزن اكتر بكتير من الحاجات الكبيره في المحصله في المجمل. رقم 3 ان انا ابقى ممتن، اقول النهارده انا ممتن لكذا، انا ممتن ل1 و2 و3، واحط كده ارض صلبه تحتيه. رقم 4 ان انا اعمل الحاجات اللي انا بحبها، عشان لما اعمل الحاجات اللي انا بحبها ده بيساعدني فعلا فعلا ان انا ابقى قاعد مرتاح نفسيا، وتديني فرصه ان انا ابقى مبسوط. احب انهي يا جماعه، شو طولت عليكم، انهي بحاجه سريعه، انه برضو ده من شخص مش مبسوط قوي زمان سابقا الى شخص الحمد لله دلوقتي بقى احسن كتير في الحته دي.
الدرس اللي انا اتعلمته في كل الرحله دي انه السعاده بالنسبه لي السعاده اختيار. فلو انت او انت لو انتوا عايزين، لو انا عايز ابقى سعيد، فانا لازم الاول اختار اني ابقى سعيد.